قطاع النفط أنا في نظري خلال 20 سنة مقبلة لن تكون زي 50 سنة الماضية. عموما هنالك في نقص في ماركت تايتنس، وأعتقد أن هذه قد تساهم أن الأسعار تستمر في الصعود صوب $100. من ناحية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية سواء من الفدرال الأمريكي أو المركز الأوروبي، انفليشن لا زال أعلى من 3% في الولايات المتحدة، وفي أوروبا الحقيقة عند حوالي 5%. موضوع أنه رفع الأسعار الفائدة في سبتمبر غير مؤكد، لكن قد لو تستمر في الرفع قد يرفعون بحوالي 25 نقطة أساس. لكن مسألة الريسيشن أو أنه يكون في هنالك ريسيشن ما هي أكيدة، قد نحقق سوفت لاندينج، وهذا الأسواق جالس تأخذ بعين الاعتبار بشكل أو بآخر. موضوع تمديد الطوعي للمملكة العربية السعودية وروسيا غير مؤكد في العام القادم، فإن لم يتم تمديد هذا التخفيض الطوعي، وأنا أقول لك هذا غير مؤكد، لكن إذا الأسعار وصلت إلى $100 فهذه مسألة واردة جدا أنه ما يتم تمديد التخفيض الطوعي للمملكة وروسيا.